جراوة اثنين صغار يا شباب، جراوة اثنين وامن. غالبا ما نسمع أن الضباع تأكل الإنسان وأن الأفاعي تلدغ جسده، لكن نادرا ما نسمع أن الإنسان يستطيع صيد الضباع والأفاعي. في وادي كفرنجة لن نسمع فحسب، وإنما سنرى أيضا كيفية تغلب الإنسان على الضباع والأفاعي. صيد الضباع والأفاعي في الأردن، حكايتي هذه المرة من وادي كفرنجة، فلنبدأ. في الطريق إلى كفرنجة تبدو الطبيعة في حلتها الجميلة، بيد أنني لم أستمتع بسحرها نظراً لانشغالي بالتفكير في طبيعة الناس التي تصطاد الضباع. كنت حذراً جداً قبل السلام على رائد وسليمان، خشية أن يظهر لي ضبع فجأة، بيد أن طابع الاستقبال والحفاوة كسرا حدة خوفي. سليمان، كيف صار انه فكرتوا صيد الضباع؟ والله احنا بقينا نطلع اول شيء على صيد الطيور وحجل وشغلات زي هيك، بعدين شفنا ضباع واول مره حاولنا نبحث عليهن وما توفقنا، وبعدين صرنا من قبل 10 سنين هذا الحكي، بعدين صرنا نفوت عليهن عادي ونطول الضبع من الوكر بدون ما ناذيهم بدون اي شيء. يعني لما وصلنا عنده يعني ما شفنا منه اذيه ولا شفنا شيء، يعني كان مسلم حاله شوي هيك، ولما قربنا منه حاول انه يقاوم، فجتنا الجرأة والشجاعة على إنه نمسكه أو إنه نقرب منه أو نحاول إنه يعني دافع إنه نربيه. ما خاف منكم؟ هو طبعاً هو أقوى فك حيوان موجود بالعالم، لما شاف إحنا فايتين لعنده، شايف يعني أقول لك إيش هذا اللي فات علينا. شايف. وين؟ موجودات قدام بس بعاد جوا، يعني حوالي 50 متر من هون لجوا. نعم. أنا نبحش عليه مثل ما تشايف. أحدث صيد الضبع في المنطقة ضجة كبيرة بين أوساط الناس، وبات الحدث الشغل الشاغل في هذه المنطقة الصغيرة. إيش طبيعي الضجوا تقريبا من فوق 1000 بني آدم كانوا عندنا. وكل ما نطلع منهن واحد يصير يطخوا بارود وإيش، يعني كانوا مستغربين الأمر وقالوا هذول الجماعة يعني من عجلون أبصر، ما عندهم لا قلب ولا إشي. وطلعنا 4 أضباع وجبناهن حطيناهن بالقفص، كان منهن 2 صغار رضعناهن على رضاعة الحليب الصغيرة، وعاشن كبرن عندنا صار يلعبن مع الأولاد وإشي زي هيك. أول ضبع صدتوه شو عملتوا فيه؟ قاعد عندنا ما يقارب 6 شهور وتقريبا يعني شبه روضناه، يعني انه صار حتى نطلعه برا على بريت قفصه وبريت اعضاء. فبعدين يوم هيك اجت المحميه، مسكت المحميه عندنا واخذوه المحميه. ما ربي يصرح، يلا شد عليك. الاحاديث عن الدافع لصيد الضباع عديده ومتنوعه، ولا يمكن التاكد من صحتها بسهوله. بيحكوا انه في له علاج كل الخلفه وما خلفه والشغلات زي هيك، وفي ناس تستعمله للسحر واكثر ما بيستخدموها المغاربه. شو السحر اللي ممكن يستخدمه؟ بياخذوا مثلا نابه، بياخذوا مخه، بياخذوا بيعملوا عليه سحر. غير هيك انه الضبع بتاكل، يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله بيعوا لحم الضبع بين الصفا والمروه، قالوا لهم هو حلال اذا معكم منه هدونا. اكتفيت بالحديث مع رائد وسليمان وطلبت منهما أن يأخذاني في رحلة صيد الضباع. هالساعة في جماعة حتشو معنا هناك، في ضباع عندنا حوالي البيوت. لا بدنا نطيح ندور. نقوم نغير. ماشي. يلا. الطريق وعرة والخوف بداخلي يزداد والغموض يخيم على مخيلتي، وصرت أتساءل هل سيفلت الضبع منهما ليأكلني
إلى أن وصلت باب الوكر الذي يعتقد أن الضبع بداخله. هلا بدي أعرف أنا كيف بتصير العملية؟ في مرات بيحكوا معنا جماعة بنعرفهم بالمنطقة الجنوبية. أها. بنيجي بنلاقي في مرات في أسره بتلاقيه فايت أسره جديد. بنفوت بالبداية جوا عليها. شايف علي؟ إذا لقينا من ربطها ومنطلعها من الجمها ومنطلعها. أنا فوتي خطر هلا. يعني موكرة الضبع مش شغلة انه تكون سهلة انه يعني الواحد انه يفوت عليها اي واحد بيجي يفوت عليها. في ناس كثير بتفوت بتيجي معنا بتقول بدنا نروح معكم على الصيد بس يصير هناك بصير يرجع. رح ارجع لا هو استاذ بالشيك يعني الضبع يعني بحد ذاته بخوف. طيب يا سيدي خلينا هلا نشوف كيف تكون تفوتوا. عدت يا سيدي. عدت يا سيدي. يلا بدأت أترقب اللحظة التي سيظهر فيها الضبع والهلع بداخلي، غير أنني لا أظهره أمام المجموعة لكي لا ينعتوني بالجبان. الله يبكرم شكلها أنا ضبعة والدة ضبعة قد الحمار وعدات بالجعر. هاي خلينا الشباب هناك جوا أبو محمد ورائد. شفت ولادها؟ لا والله ما شفت تنش بس شكلها أنا والدة. شو هي الابره؟ لما بتكون زي هيك بتجعر وشي بتكون مجريه بنحاول نضربها 2 سي سي برخي الاعصاب شوي تمام في الجيم ثمها وربطها. يلا ظهر الضبع ازداد خوفي. عيوني تلاحق كل تفصيل في المكان وانهمرت الأسئلة. سدد الضباع قانوني؟ لا غير قانوني. يعني عم تخالف القانون؟ لا بس انا يعني ما بصيد الضبع الا لاني بعرف انه بهاجم الناس. يعني انا ما بروح حتى الا لما بيحكوا معنا جماعه اللي بياذيهم وهم ما عندهم جرأه كانت انهم يعني انهم يستعملوا معها. حتى كان يعني رصاص انهم يطخوا وما يسجلوا انهم طخوه فكانوا يلجؤوا لنا ان نريحهم منه. واول العام اكل كمان بنت من البيت من طرف البيت بالليل من عند البدو فوق الغور الصافي وراحوا لتبعين المحمية والشرطة كتلوا ذيب وقالوا هاي كتلنا الضبع. يعني طبعا هم احنا صحيح من خالف القانون بس احنا كمان بنساعد الناس. سيق الضبع بعد جهد جهيد الى قفصه ليصبح حديث الساعة بانتظار عملية البيع والشراء. شو بياكل الضبع؟ والله منجيب له لحمه ودجاج وشغلات زي هيك مدلل طبعا احنا مدلله عندنا. يعني امبارح احيانا لما يكون عندنا ايام الجمعه منجيب له اللحمه. يعني حدد دللوني مثل الضبع ولا الضبع بدللوه اكثر؟ استاذ انت غالي علينا بس هو عايش معنا يعني. أصبح لسليمان خبرة دقيقة عن الضباع وكيفية صيدها لا تتعلق بالجرأة فقط. الدكاترة بيقولوا أنه كل إنسان في غدة بعنقه بفرز مادة إذا كنت خايف منه أنت بوكلك الضبع. إحنا بالنسبة لنا ما فيش خوف نهائيا. يعني إحنا الناس الساعة تليفوناتنا موجودة مع كلنا أي واحد بشوف ضبع بالأردن فورا بيحكي معنا ومنساعده. بعد أن أدركت أنني سلمت من الضباع سأتوجه إلى منزل أحد صيادي الأفاعي. المنظر هناك على ما أعتقد سيكون ممتعاً مقارنة بمنظر صيد الضباع. المزيد بعد الفاصل انتظروني.
منذ فترة صباه الأولى تعود زرغام على صيد الأفاعي. في البداية كان حذرا جدا، لكنه الآن أصبح متمكنا تماما. فلنتعرف إليه. المنطقة ذاتها والأقارب أنفسهم يجتمعون يوميا لتداول أخبار الصيد. أما عن نفسي فقد بدوت أكثر ارتياحا، ذلك أن الأفعى أرحم من الضبع، ولو أنهم قالوا لي بأنها أيضا يمكن أن تكون مفترسة. ضرغام الذي يأتي من عمله في البحرين إلى كفرنجة للإطمئنان على الأهل ناهيك عن ولعه بصيد الأفاعي، حدثني بداية عن سر اندفاعه بالصيد. وأنا صغير بحب أمسكهم، كنت أمسك السحالي بالهذا، ومنها تعودت صرت أمسك الأفاعي، صرت أدور عليهم وين ما كانوا. مسكهم صارت شغلة هواية بدم الواحد صارت. ليش الأفاعي بالذات؟ ما بعرف، هيك جت هوايتي، هيك أنا بحبهم. امبارح شفتك عم تشارك بصيد الضبع كمان. بشارك، بروح مع أخويا بنساعده، هو بيدخل جوا وإحنا بنساعده. ما خفت؟ أكيد بخاف، بس مش كثير. بصيد الأفاعي ما بتخاف؟ أكيد بخاف، بس ما أخذ حذر، يعني ما أخذ احتياطاتي منهم. عدت بذاكرة ضرغام إلى مرحلة طفولته وعلاقتها بصيد الأفاعي. والله أنا ابتديت وأنا عمري 13 سنة، كنا ساكنين هيك قريب من هنا. في يوم بندق علي أخويا ونقول في حي نايم عندي. لما أجينا وهن ثلاث حياي نايمين معاه في الفرشة، فأنا انجبرت لازم أقيمهم من عنده بدون ما يقرصوا، وحطيت العصاية عليها ومسكتها. هاي أول تجربة كانت لي، سحبت الحي من عنده هو نايم هو وياها، هو صغير طبعا مشان ما تقرص، وسحبته وابتدت هوايتي من هون. صرت امسككم عادي بس بدون ما يدري الوالد. الوالد كان يصرخ علي كثير، كان يزعل كثير لما امسكه، وامي لحد الان ما بتسمح لي بدون ما تعرف. دائما بحكي لها يعني بتصرخ علي كثير وبتزعل، تزعل مني كثير لاني بمسكه، ودائما بتيجي بتفتشني موجود معي شيء حي في جيبي. وكما فهمت فإن عملية صيد الأفاعي تتطلب مهارة خاصة، ناهيك عن الجرأة التي يجب أن يتمتع بها الصياد. استهواني أمر صيد الأفاعي ودفعني إلى سؤال ضرغام عن كيفية صيدها. والله أنا بدور عليهم، بدور عليهم في البر، بلاقي مكانهم في المزارع. مرات الجيران بيتصلوا فينا، عندي مزرعة، عندي في المزرعة حية تعال شيل لي إياها، بروح بشيلها وبحطها في مكان آمن بعيد عن الناس. أول ما بتصيدها شو بتعمل لها؟ أول ما بصيدها أول إشي بلف على تمها مشان ما تقرصني أول شيء، أو تأذي اللي معي، معي شباب أصحابي طبعاً. بلف على تمها وبلعب، بلعب عليها شوي، بجيبها عند الأولاد هون بيلعبوا عليها، بعدين فلتها. أخبرني ضرغام أنه لا يسحب السم من لسان الأفعى، وهو السم القاتل كما هو معروف. يعني خطورة اللسع لساتها موجودة؟ موجودة موجودة. بس أنا هلأ تضمن لي أنه أنا بدنا نشوفها للحي أطلع سالم يعني؟ والله مش أكيد بضمنك، ما أكيد بضمن لك إياها، بس إن شاء الله، إن شاء الله بأمنك.
وبالرغم من ارتياحي أثناء مشاهدة الأفاعي مقارنة بالضباع، إلا أن الخوف لازمني أيضا. شو أكثر شيء خطر بالحي برا؟ كل واحدة بتختلف عن الثانية، كل واحدة أخطر من الثانية. في عندك عدة أنواع من الأفاعي. في عندك أبو قرع، هذا بيقرص ثاني سنة بيقتلك، على الحول بيقتل، ما بنفس السنة بيقتل، هذا عن بعد بيضربك، هذا بتكون حذر كثير إلا لما تمسكه، مش أي واحد بيمسكه. عندك حية الجرس صعبة كثير، صعبة كثير، يعني اللي بتقرصه ما بيبعد 10 متر عنها بيكون ميت. عندك الحنيش ما بيقرص قرص، بلف على الواحد لف لين يعصره ويوقف عنده الجهاز العصبي كامل. بعد هالعلاقة الطويلة مع الأفاعي لسه عندك قدرة كمان تكمل طالما فيها الخطورة؟ أكيد كل مرة بقول بوقف، لكن برجع بكمل. الهواية ما بتمنعك، الهواية بتمارس زي ما انت شايف عندنا، الطبيعة هي بتفتح نفسك للهواية تبعتك. إيه بس هي الرغبة، يعني عندك شعور بالانتصار لما أكيد بنبسط كثير، وعندي يعني بجاكرها جكر لازم أمسكها، يعني قد ما كانت كبيرة لازم أمسكها. ضرغام مهووس بصيد الأفاعي، يلقبونه بالمنقذ في المنطقة التي يعيش فيها بالرغم من منعه وفقا للقوانين الأردنية. ممنوع صيد الأفعى. ممنوع. طب وكيف أنت عم تمارس هاي المهنة؟ أنا بمارس يعني لما بيتصل فيه واحد بيقول لي عندي في المزرعة أفعى، وهو عنده طماطم أو عنده خيار أو شيء وبده يلقطه، يعني أي أحسن تقرصه يموت ولا أروح أشيله إياها من المزرعة؟ لا، هم بيقول لك لا تصيبها، ممنوع، وعليها غرامة حوالي 1000 دينار إذا مسكوها عندك في البيت، مع إنه إحنا لا بنقتلها ولا شيء. يعني أنت عم تخالف القانون؟ أكيد بخالفه لصالح المواطن. السلام عليكم، مرحبا، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ وبعد هذه التجربة الطويلة يتحدث ضرغام عن فوائد الأفاعي. أول فوائد إلها اللبس اللي بنلبسه، الأحزمة اللي بنلبسها، هذا كله بصنعوه منهم من جلدها، والسم اللي فيها بيستخدموه علاج، بيسحبوه الدكاترة وبيعملوا أدوية منه. أكيد هاي فوائد إلها. علاج لشو؟ مثلا زي معظم البنسلين، معظم بحطوا منه من سم الحية إلا ما يخلطوا منه الدكاترة. أنا شفتهم قبل أسبوع في الجامعة أخذوا منها عدة عينات للشغلات هاي، يعني أكثر من 40 حية أخذوا منهم السم تاعها. مجموع الأفاعي اللي صدتهم شو عملت فيهم؟ والله في منهم باخذوهم للفحوصات بيفحصوهم. في قبل أسبوعين أخذوا 40 حية مشان يعملوا عليهم تجارب علمية وكذا وشي زي هيك في جامعة العلوم والتكنولوجيا. بياخذوا ناس كثير هيك، في ناس بربوها في البيت. أنا بنبسط كثير لما واحد بربيها في البيت، بيعملها صندوق وآمن، بنبسط كثير لما بربيها عنده في البيت. في نوع من الشعور نفسيا، شعور بالأمان يعني. أكيد. ولما بتربيها في البيت أنا بشيل له النبات تبعاتها الأسنان مشان ما تقرص. أنا بشيلهم بعطيها، حتى لو إجا طفل مد إيده أو حد كبير وقرصته ما بتأثر فيه، مجرد عضة عادية. عن صيد الضباع والأفاعي في الأردن، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها. قد أعود مرة أخرى إلى هذه المنطقة لأعرف مصير الضباع والأفاعي فيها. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزام.